قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن أصابك شيء، يعني مما لا يلائمك، فات خير كنت ترجوه، أو نزلت بك بلية لا تريدها، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. نعم، بعض الناس ربما يذهب مثلا مع طريق وهو متردد، مع ذلك الطريق ومع ذلك الطريق، وإذا به يقول سأذهب مع هذا الطريق، فيحصل له حادث فيقول لو أني ذهبت مع الطريق الآخر لم يحصل لي هذا. هذا اعتراض على قدر الله. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الإيمان بالقضاء والقدر، أنت في حكم الله، في حكمه القدري، فوض أمرك إلى الله. الإيمان بالقضاء وبالقدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويصح أن تخفف، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو التي على سبيل الاعتراض على قدر الله، لما تنزل بالإنسان مصيبة، بعض الناس ربما يدخل في تجارة فيقول يا ليتني لو أني لم أدخل، لو أني لم أدخل، انتهى الأمر. قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن الشيطان يحب مثل هذا الأمر، يحب ماذا؟ يحب أن يحزن ابن آدم، أن يجعله في هم مستمر. ولذلك ماذا قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإن لو تفتح عمل الشيطان فإذا به يتحسر ويندم ويندم ويندم.